هو المضايف الحيوية، فقد تم إعطاء هذا القطاع أولوية خاصة ليس فقط على مستوى الميزانيات المرصودة بل كذلك على المستوى المواكبة المؤسساتية والتقنية. وهكذا فقد انخرط المغرب منذ سنة 2007 في عملية تحديث وعصرنة قطاع النقل الحضاري من خلال إنجاز خطوط ترامواي والحافلات ذات الجودة العالية، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مرفق النقل العمومي باعتماد أنماط جديدة للنقل داخل المدن. فعلى مستوى مدينتي الرباط وسلا تم إنجاز خطين للترامواي طولهما 27 كيلومتر بكلفة مالية تصل إلى 5 ملايير درهم. إضافة إلى ذلك ستتم دراسة مشروع تكميلي بواسطة الحافلات ذات الجودة العالية، وذلك لربط أحياء أخرى بنفس المدينتين وكذا بمدينة تمالا. وفيما يتعلق بمدينة الدار البيضاء فقد تم إنجاز خطين للترامواي طولهما 47 كيلومتر بكلفة مالية تقدر ب 9 ملايير درهم، مع العلم أن هناك خطين إضافيين تيتخوا وتيتات في أطوال نهائية للإنجاز طولهما 26 كيلومتر. هذا بالإضافة إلى خطين للحافلات ذات الجودة العالية L5 و L6 طولهما 24.5 كيلومتر بكلفة مالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. وستساهم هذه الشبكة في تجويد عروض النقل المكثف على مستوى الدار البيضاء ونواحيها. وبالنسبة لمدينة أكادير فقد تم إنجاز خط للحافلات ذات الجودة العالية طوله 15.5 كيلومتر. أما بالنسبة لباقي المدن فإن اللجوء إلى الحافلة ذات الجودة العالية يبقى رهينا بالدراسات القبلية وجدوى إنجازها، على اعتبار أن النقل الحضري بواسطة الحافلات يبقى الوسيلة الأكثر استعمالا نظرا لأولويته وعدد المرتفقين الذين يرتادونه. وهكذا فقد بلغ عدد عقود تدوير مفوض لحد الآن 31 عقدا بطول شبكات يقدر بحوالي 11000 كيلومتر. وقد تبين من خلال النماذج التي تم اعتمادها والتجارب الميدانية إلى حد الآن بروز عدة إشكاليات وإكراهات يمكن تلخيصها فيما يلي: ضعف محتوى الدراسات القبلية الذي أدى في كثير من الأحيان لاعتماد فرضيات غير مطابقة للواقع وبالتالي إلى مخرجات سرعان ما تستوجب مراجعة العقود، ضعف جودة النقل من حيث حالة الحافلات والترددات، مشكل عدم التوازن المالي للعقود الذي يؤدي إلى عجز مالي متفاقم، قصور في الحكامة وضعف مهام التتبع والمراقبة. واعتبارا لكل هذه النواقص فإن التحديات التي يواجهها القطاع تستدعي وضع استراتيجية جديدة من أجل تدبير فعال وناجع للنقل الحضاري على كافة مستوياته. ولذلك بادرت وزارة الداخلية إلى وضع برنامج أولي للفترة ما بين 24 و29 يهم أكثر من 32 مدينة بأسطول إجمالي يبلغ 3500 حافلة وكلفة مالية تقدر بحوالي 10 مليار درهم. وتهم هذه الاستثمارات مكونات الأسطول ومرات الصيانة ومخابئ الحافلات ومواقفها وكذا أنظمة تذاكر ومنظومة مساعدة على التدبير. ولتفعيل هذا البرنامج فقد تم اعتماد إجراءات تالية: إنجاز دراسات قبلية متعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، فصل وظيفتي الاستثمار والتسيير حيث أن تغطية تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمة كل من وزارة الداخلية والجماعة الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية والجهات، مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة المرفق الحيوي، إعداد دفتر التحملات متعلق بالمساعدة للإشراف على المشروع لامو من أجل مواكبة وتتبع النموذج الجديد لعقود تدوير مفوض، إعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات والذي سيمكن السلطات المفوضة من اختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها، وذلك عبر الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للحافلات. كما تتم أيضا مراجعة كل الوثائق المتعلقة بعقود تدوير مفوض على ضوء النموذج الجديد، وستتم كذلك مراجعة مجموعة من العقود من عقود التدوير الجارية والتي تعرف عدة إشكاليات مالية وتدبيرية من أجل ملائمتها واتخاذ كل من شأنه إعادة التوازن المالي للعقود وتجويد الخدمات. وشكرا.